السلام عليكم. يسعدني ان انا اقدم دكتور محمد عبد الجواد، اخصائي امراض الكلى وزراعه الكلى بمركز اسكندريه للكلى والمسالك البوليه، عضو مجلس اداره الجمعيه المصريه لامراض الكلى والكيدني ترانسبلانتيشن، والحقيقه هو الفاوندر للنيفروتيوب، ودي حاجه كده عامله زي الانكا بس اقوى قوي، فيعني عشان بس نبقى بنقول كلمه حق يعني. وهو الحقيقه من الناس اللي هايلي نوليدجبل، وفعلا من الناس البوتنشال قوي في النيفرولوجي، اللي ان شاء الله هيبقى له امباكت قوي جدا ان شاء الله. اتفضل يا دكتور محمد. دكتور محمد هيقدم لنا جيم نيفروباس النهارده، عشان بس نبقى دايما بين الناس اللي بياخدوا سابلمنت او بيبتدوا حاجات الجيم وكده، مهم جدا ان هايلايت السايد افكتس بتاعتها. اتفضل دكتور محمد. شكرا دكتور على التقديمه دي. طبعا الموضوع الجيم نيفروباثي، هو طبعا ما فيش في الطب ترم اسمه كده، يعني هو الترم ده انا اخترعته لما طلب مني ان انا اتكلم محاضره عن السبلمنتس اللي بياخدها الناس اللي في الجيم، على اساس حضراتكم كان نيوتريشنست بتقابلوا الناس دي كتير، واحنا اي دكتور ماشي حتى واتيفر التخصص بتاعه ممكن يقابل حد بيلعب جيم يقول له انا باخد كذا، دي حاجه مضره ولا لا، ومش عارف ليه كلهم بيسالوا على الكلى بالاخص. قبل ما ابتدي في الكلام بتاعي، انا ما اعرفش يعني، طبعا هو تخصص او السبيشاليتي بتاع النيفرولوجي من التخصصات الغلسه او دمها تقيل والناس كتير بتستغلسها، وفي جونيورز، انا شايف في جونيورز قاعدين، فانا اسف ان انا هبتدي من البيزكس عشان في بعض الترمينولوجي اللي انا هتكلم بيها مش حابب انها تبقى غريبه. فمبدئيا ده منظر الكلى العادي بتاعنا اللي احنا متعودين عليه. انا عايز بس اتكلم على الاستراكشر بتاع الكيدني از بيزك. ده النفرون، الباومانس سبيس والتيبيولز، رينال ارتري بيخش الكيدني، بيتقسم برانشز كتير جدا وات ايفر اسمها ايه، يهمني في الاخر خالص اصغر برانش فيهم اللي هو الافرنت ارتريول، اللي بيتقسم بعد كده للكابيلاري، اوكي، وبعد الكابيلاري اللي هو الجلوميرولس بيطلع الايفرنت ارتريول، وبعدين البريتيوبلر كابيلاريز، وبعدين الفينوس بلاد كله بيتجمع ويطلع في رينال فين. احنا اللي يهمنا في القصه دي كلها ثلاث حتت استراكشرلي، جلوميرولس، التيبيولز اند انترستيشيوم. اشمعنى الثلاث حتت دول؟ لان هم دول الحتت اللي انا هعمل فيهم ديزيز بالسبلمنتس اللي انا بتكلم فيها. مبدئيا اليورين بيتكون ازاي؟ باي فلتريشن هنا في الجلوميرولس، او سكريشن في البريتيوبلر كابيلاريز، او ري ابزوربشن، الحاجات اللي انا عايز اعمل لها ري ابزوربشن لان جسمي محتاجها. الايكويشن بين الثلاثه دول في الاخر هي اللي هتعمل لي اليورين. نمره واحد، ممكن يحصل ديزيز فين في الكيدني على الليفل اللي انا هتكلم فيه النهارده؟ نمره واحد في الجلوميرولس. دي صوره الجلوميرولس تحت المايكروسكوبي، اللايت مايكروسكوبي. انا مش طالب حضراتكم يعني تشوفوها كلها، ولكن واضح ان الكابيلاريز ده سيكشن انا اخده بالعرض كده، واضح جدا ان الكابيلاريز كلها مفتوحه، تمام؟ فالفلتريشن كده بتاع اليورين بيبقى كويس قوي. المنظر اللي هتكلم عليه النهارده اللي هو ده، عشان لما اقول بعد كده فوكال سيجمنتال جلوميرولس كليروزز، ان واضح جدا في جزء كبير جدا من الكابيلاريز ار كلودد، بس مش الجلوميرولس كلها. طبعا الكيدني دي هيبقى الفانكشن بتاعها مش مظبوط. ده اول ترم هستخدمه النهارده. الترم الثاني جلوبال سكليروزز. بصوا حضرتك كل الجلوميرولس بقت سكليروزد مقفوله، ده معناه ان دي برضو ويل نوت بي فانكشنينج. النقطه الثانيه اللي هتهمني في بعض الديزيز هي التيبيولز والانترستيشيوم. ده نورمال تيبيول، لو انا اخد فيه سكشن كده ادي التيبيولز واسعه وجميله وباينه. اللي ممكن يحصل فيها يا اما نيفرايتس اكيوت، انفلاماتوري سيلز والتيبيولز مقفوله، يا اما تيبيولر انترستيشيال فايبروزز اتحولت لفايبرس تيشو والكلى راحت. يبقى دي هي الاكسبريشنز اللي انا هستخدمها: جلوبال سكليروزز، سيجمنتال سكليروزز، تيبيولر انترستيشيال فايبروز او نيفرايتس، وات ايفر مين فيهم ممكن يجي بحاجه من الاربعه دول او كومباينيشن بينهم. هاي كرياتينين، اوليجوريا يعني ديكريز يورين اوتبوت، هيماتوريا، ار بي سيز ان يورين، اند بروتينوريا. انا بقى هبتدي في الاصل بتاعي في المحاضره بتاعتي. مبدئيا دي السبلمنتس اللي بياخدوها الناس اللي بتروح الجيم. في نون نيوتريشنال سبلمنتس ونيوتريشنال سبلمنتس، بس قبل ما اتكلم عليهم واحد واحد حابب اقول حاجه. الايفيدنس اللي انا هتكلم فيه النهارده، انا هتكلم بستاديز عشان اتكلم بستاديز. كل الاستاديز الافيلبل ار فيري ويك. الايفيدنس اللي هتكلم بيه كل الاستاديز سمول نمبر اوف بيشنتس، يعني اكبرهم 10 عيانين او حاجه كده. نمره اثنين conflicting and contradictory results، هلاقي results بتقول السبلمنت ده كويس وريزلتس ثانيه تقول لا. شورت تايم اوف فولو اب، تابع لي العين 3 شهور، تابع العين اكتر حاجه سنه، ما اقدرش احكم على السبلمنت ده. واخيرا lack of head to head comparisons، يعني ما قارنوش مثلا الانابوليك ستيرويدز بالهاي بروتين دايت، هو بس بياخد ايتم واحد ويبتدي يشتغل عليه. طيب
انا هبتدي بالنون نيوتريشنال سبلمنتس. انا عارف ان حضراتكم كلكم مستنين البروتين او الواي بروتين والكازين، فعشان كده انا سايبه في الاخر. تمام، مبدئيا انا هبتدي بالانابوليك ستيرويدز، لان حضراتكم كده كده هتسالوا على كل حاجه. يعني انتوا بتشوفوا الناس دي كانت نيوتريشنست بيجي هو بيظبط عايز يظبط نيوتريشن ان جنرال، فاكيد هيسالك على الحاجات الثانيه هل هي مفيده او غير مفيده. مبدئيا هل استخدام الانابوليك ستيرويدز كومن في مصر؟ هو الحقيقه فيري كومن، ده الانسيدنس اول اوفر ذا وورلد. في الميدل ايست اعلى نسبه استخدام انابوليك ستيرويدز على الميتا اناليسز اللي اتعملت دي. مبدئيا دي يعني استدي موجوده 10 عيانين، ال 10 عيانين كلهم بيستخدموا انابوليك ستيرويدز. في ناس استخدمته اب تو 20 سنه، وفي ناس 10 سنين، وفي ناس في النص. الناس دي كلهم سحبوا لهم كرياتينين، سيرم كرياتينين كده. طيب عملوا لهم سيرم كرياتينين، السيرم كرياتينين بتوعهم كله كان عالي، هم ده ما حدش فيهم اشتكى من اي سيمتومز. اعلى اقل واحد فيهم كان الكرياتين 1.3، واعلى واحد فيهم كان الكرياتين 7.8 without any symptoms. اما سحبوا البروتين في اليورين 24 ساعه في اليورين، اقل واحد كان البروتين بتاعه جرام و300، واكتر واحد كان 26 جرام بروتين presentation without any symptoms. عملوا بايوبسي للعيانين دول، اخذوا عينه من الكلى كلهم طلعوا فوكال سيجمنتال جلوميريوسكليروزس، ده واحد منهم، ادي جزء كبير من الكيدني از كولابسد. وقفوا العيانين الانابوليك ستيرويدز، ادوهم سبورتيف ميجرمنت اللي احنا بنديه انتي بروتينيرك، بندي اس او اي ار بيز او كالسيوم شانل بلوكرز وات ايفر، وبعض العيانين ادوهم ستيرويدز، ندي ستيرويدز في الحالات دي على حسب بعض البارامترز. يعني كل العيانين بعد الفتره بتاعت الفولو اب وات ايفر قد ايه، في من عيان من 49 يوم لغايه سنه وشويه الكرياتين بتاعهم اتحسن، في ناس رجعت للنورمال وناس لا. ايفن البروتينوريا برضو اتحسنت، في ناس رجعت للنورمال وناس لا، بس السيفيريتي بتاعت الديزيز بقت اقل. دي صوره العيان الاولاني رقم واحد، دي صورته الحقيقيه. تمام، العيان ده دي البدايه ما وقف الانابوليك ستيرويدز وماشي على الريجيم اللي احنا ماشيين عليه، واضح جدا الكرياتينين بيقل، واضح جدا البروتين بيقل، بس هو نشف دماغه ورجع تاني للانابوليك ستيرويدز. وانس رجع للانابوليك ستيرويد الكرياتين ابتدى يعلى تاني والبروتين ابتدى يعلى تاني في اليورين، والعيان ده دخل في اند ستيج رينال ديزيز وابتدى يغسل طول حياته. ادي كده حاله ثانيه اند ستيج رينال ديزيز اللي انا كلمت فيهم، الحالات كلها كانت ريفرسبل، يعني العيانين اتحسنوا على العلاج. لا ده اند ستيج رينال ديزيز، ده عيان 27 سنه هاي بروتين دايت مع تستوستيرون انابوليك ستيرويد مع بيتا 2 اجنوس الساعات بياخدوه لمده 18 شهر، عملوا له بايوبسي جه بقى بفوميتنج ونوزيا، السيمتوماتولوجي العاديه بتاعتنا جلوبال سكليروزز انترستيشن فايبروزز ايفن بلاد فيسلز بتاعته اوكلودد بتاعت الكيدني. الانابوليك ستيرويدز انا النهارده جاي بتكلم من منظور الكلى بس، بس لازم انبه يا جماعه الحاجات دي ليها سايد افكتس اعلى بكتير واكتر بكتير من الكلى، سواء بقى هيباتولوجي درماتولوجي نيورولوجي الى اخره. وده اللي خلى الاف دي اي تنزل الارم مهم جدا للناس اللي في الجيم على الانابوليك ستيرويدز، وكان نمره واحد عندهم في المقدمه طبعا الليفر انجري، وليه حاجات تانية منها الكيدني دامج وحاجات اخرى. يبقى دي الورقه اللي في الاخر اللي انا هطلع بيها من المحاضره، هقول للعيان بتاعي ايه. انابوليك ستيرويدز توتالي هارمفول، ما فيهاش فصال، يعني ما فيش ممكن لا هارمفول، حاجه هجي لك فوكال سيجمنتال جلوميريوس كلوزز وات ايفر امتى. تمام، طيب تاني حاجه هتكلم عليها هي الكرياتين. الكرياتين ناس كتير قوي فيهم بتاخد كرياتين، دي ستادي فولو اب 3 شهور، انا بوريكم قد ايه حاجه الديزاين بتاع الاستاديز از فيري ويك، 3 شهور ما يعملوش حاجه، ولكن هو تابع العيان 3 شهور. هم كانوا الاول حوالي 46 عيان بس في الاخر اللي كملوا 12 بياخدوا كرياتين سبلمنت و14 بلاسيبو. الناس دي كانت ماشيه على الكرياتين عشان حضرتك اكيد برضو بيقولوا لكم الدوزز، بيكلموكم في الدوزز، بياخدوا 20 جرام بير داي فور 5 دايز ده از انيشيشن او اندكشن، وبعد كده بيمشي على مينتنس 5 جرام في اليوم، وبياخدوا هاي بروتين دايت التو ارمز حوالي اكتر من 1.2 جرام بير كيلو جرام بير داي. الحقيقه اما قارنوا الارم اللي بياخد الكرياتين والارم اللي ما بياخدش ما كانش فيه فرق في الكرياتين كليرنس، يعني عايز اقول ان الكرياتين السيف. تمام، وادي حتى اما قارنوا بقيه الماركرز كلها اليورين بوتاسيوم اليورين صوديوم البروتينوريا مش عارف ايه كل البارامترز كلينيكال بارامترز او اللاب بارامترز اللي بتقول في كيدني انجري ولا لا، ما كانش فيه فرق بين الاثنين. فالسؤال هنا هل فعلا الكرياتين السيف اوف كيدنيز اون كيدنيز؟ الاجابه لا. هنا بقى كونتراديكتوري او كونفليكتنج ريزلتس. دي كيس من كيس ريبورتس 23 سنه ميل بياخد الكرياتين بقاله 3 اسابيع بس 20 جرام بير داي فور 3 ايام والمينتنس حوالي جرام في اليوم. العيان ده جال الامرجنسي بويكنس اند نوزيا اند فوميتنج، سحبوا السيرم يوريا لقوه 111 والسيرم كرياتين 4.3 عالي جدا. عملوا له بايوبسي الجلوميرولس بتاعته سليمه ما فيهاش حاجه، انما التيبيولز كان فيها نيفرايتس. فالعيان ده اتشخص از
كرياتينين مونو هيدريت سبلمنت انديوز انترستيشال نيفرايتس. طبعا وقف كرياتينين، اخذ استيرويدز، الكرياتين بتاعه نزل 1.8. في كيس ريبورتس كتير بس انا عشان وقت المحاضره جايب كيس من كل حاجه، فانا هقول للعيان بتاعي ايه لو سالني على الكرياتين، هقول له جنرالي سيف، الاغلبيه بتقول انه سيف، بات كيسز اوف اي كي اي هاف بين ريبورتد، يعني انت وحظك، انا ما اقدرش اضمن له اذا كان هيجي له ولا مش هيجي له. بعد كده بعد الكرياتين انا هتكلم على الفيتامينز، الناس دي بتاخد كميه فيتامينز بكميه كبيره. دي كيس ريبورت العيان 22 سنه جال الطوارئ بنوزيا فوميتنج ابر ابدومينال بين، اتشخص اكيوت بانكرياتيتس اند رينال فيلير. طبعا الرينال فيلير في الاكيوت بانكرياتيتس احنا غالبا بنقعد نشك ان هو سكندري للبانكرياتيتس، اسف البانكرياتيتس بيبقى فيه ثيرد سبيس لوس في العيان، ممكن يجي بري رينال امبيرمنت. لكن الحقيقه في الانفستيجيشنز ده عنده سيفير هايبر كالسيميا، كالسيوم كان عالي قوي، ويمكن هو ده اللي كان سبب ان يحصل اكيوت بانكرياتيتس. اما اخذوا منه الهيستوري كويس لقوه بياخد شهريا 50 مللي انتراماسكولار اوف فيتامين دي كولي كالسيفيرول. اما فتحوا البامفلت بتاع الدواء اللي بياخده لقوا الملي فيه 50,000 وحده فيتامين دي، بقى له قد ايه بياخدهم؟ سنتين. كميه كبيره جدا. العيان ده لما عمل سي تي ابدومن طبعا عشان البنكرياتيتس، انا ماليش دعوه بالبنكرياس خالص، انا راجل بتاع كلى، بصوا حضراتكم في وايت شادو في الكيدني، نيفروكالسينوزز ستونز في التو كيدنيز. واما عملوا بايوبسي احنا الكالسيوم بيبان في البايوبسي كده ما بيتصبغ بيبان اسود. فالعيان ده اتشخص نيفروكالسينوزز سكندري تو اكسوجينوس فيتامين دي انتوكسيكيشن، وكان عنده مشكله في دراعه بيوجعه، عملوا سي تي، بص حضرتك الكالسيفيكيشن عامل ازاي في دراعه. فبالتالي دي برضو كيس سيريس من البرازيل، 16 حاله بياخدوا مالتي فيتامينز، هي المشكله غالبا بتطلع لنا في الكلى من الفيتامين دي ديو تو الكالسيفيكيشن. يبقى لو عين سالني اخد فيتامينز، باخد فيتامينز بالكميه الفلانيه ليه، اقول له ايه؟ هقول له الاتي، ان الفيتامينز ماست بي يوزد اونلي ان ايفيدنس اوف ذير ديفيشنسي، لو حاجه عندك ديفيشنسي خد، غير كده هيبقى مضر، اور وذين ديلي ريكومندد ريكويرمنتس، انما اكتر من كده ات ويل بي هارمفول. طيب نيجي بقى لحبيبكم البروتين. تمام، مبدئيا احنا ليه بنخاف بصفه عامه من البروتين، خصوصا بحق طبعا بتشوف حالات كرونيك كيدني ديزيز كتير جدا، ليه عمالين نقول بروتين ريستريكشن بروتين ريستريكشن، وات ايفر الجرعه اللي هنتفق بيها ايه؟ والله القصه دي كلها بسبب الراجل ده اسمه برينر. الراجل ده قال ثيوري اسمها هايبر فلتريشن ثيوري. عباره عن ايه؟ عباره عن الاتي، الهاي بروتين انتيك ان جنرال، انا دلوقتي ما بتكلمش بقى ولا عيان سي كي دي ولا احنا بنتكلم في الثيوري، الهاي بروتين انتيك الميتابوليزم بتاعه وات ايفر الميكانيزم في الاخر بيؤدي الى زياده الجلوكون والانسولين لايجروس فاكتور 1 والكاينين في البلد. الثلاثه دول بيعملوا افرنت ارتريولر فازو دايلاتيشن في الكيدني. والهاي بروتين انتيك بيزود رين انجيتنسن وات ايفر برضه الباثوي او الميكانيزم المكلكع اللي مش هيفيدنا كتير، which will cause افرنت ارتريولر فازو كونستريكشن. الاند ريزلت الانترا جلوميريال بريشر will be increased which will increase الفلتريشن وهيعمل هايبر فلتريشن ازيد من اللازم وبروتينوريا نتيجه الضغط العالي. طيب خلاص يبقى انا اتفقت العيان اخذ هاي بروتين دايت، البروتين ده هينزل في اليورين بالهايبر فلتريشن ده، طب ايه المشكله ما ينزل؟ مشكلتين. المشكله الاولانيه زياده البروتين في اليورين يعمل جلوميريولوس كليروزز، هيبوظ الجلوميرولاي كلها. ازاي؟ انا مش هقعد امشي في كل الميكانيزم ده، ولكن بدايه الجلوميريولوس كليروزز الميكانيزم بتاعنا في الكرونيك كيدني ديزيز حاجه من ثلاثه، يا هيمو دايناميك يا اميون يا ميتابوليك. احنا عندنا هنا اثنين منهم، هيمو دايناميك استابيليتي ان الجلوميريولوس بقى فيها هايبر فلتريشن ازيد من اللازم، وميتابوليك نتيجه ابنورمال بروتين ميتابوليزم. ده هيؤدي الى كاسكيد طويل انفلاميشن بروليفريشن فايبروزز وفاينالي جلوميريولوس كليروزز والجلوميريولوس بتاعته تتقفل. يبقى كده انا خايف البروتين ينزل في اليورين عشان ممكن يبوظ الجلوميريولوس. حاجه ثانيه، البروتين ده تخيلوا معايا الاخضر ده هو البروتين مع هايبر فلتريشن، البروتين ده هينزل في اليورين ازيد من اللازم زي ما قلنا، جزء هينزل طبعا في اليورين بس جزء كبير جدا هيحصل له ري ابزوربشن ويخش في الانترستيشيا. طب ايه المشكله لما البروتين يخش في الانترستيشيا؟ لا مشكله كبيره جدا، ان البروتين لما يخش في الانترستيشيا بكميه كبيره يطلع بقى سيل ادهيجن موليكيولز وانفلاماتري ميدييتورز وكولاجين من فايبروبلاست، ويعمل في الاخر خالص انترستيشيال فايبروزز والكلى تروح. يبقى احنا بنخاف من البروتين عشان الحاجتين دول. السؤال بقى، هل لو انسان طبيعي ما عندوش رينال امبيرمنت اخد هاي بروتين دايت هتحصل له المشاكل دي ولا لا؟ ان انا المفروض بفترض ان الراجل اللي بيتمرن ده ما عندوش المشاكل دي، ما عندوش سي كي دي، ما عندوش كرونيك كيدني ديزيز. طيب دي ستادي اتعملت على 14 عيان بيتمرنوا، عملوا كالاتي، جزء سبعه ادوهم نورمال بروتين والنص الثاني ادوهم هاي بروتين دايت، وبدلوا يعني شهرين هاي بروتين اربع شهور نورمال بروتين، وقعدوا يبدلوا كده بحيث ان كل واحد فيهم يكون اخد ست شهور هاي بروتين وست شهور لو بروتين. الهاي بروتين كانوا بيدوا حوالي 3.5
جرام بير كيلو جرام بير داي. النورمال اللي هو يعني النورمال بروتين كانوا بيدوا حوالي 2.5. الاند ريزلت خالص بعد ما قعدوا كل الاستاتستكس وجربوا يمين وشمال مفيش ضرر من الهاي بروتين، مفيش ضرر تماما لو في نورمال رينال فانكشن. طيب هقول للعيان بتاعي ايه؟ هو انا قلت الاستدي بس انا معترض، يعني انا هقول انا معترض ليه، بس انا هقول للعيان بتاعي ايه. نمره واحد، بروتينز ار نوت سيف اف يو هاف ا كيدني ديزيز، خلاص احنا كلنا متفقين على دي، حتى انا ما جبتش الايفيدنس بتاعها لان مش وقتها. نمره اثنين، they are generally safe if you have healthy kidneys but long term effect over years is not known. اي ستادي من الستاديز اللي معموله كبرها سنه سنتين حضرتك الايفكت بتاع الفوكال سيجمنتال والهاي بروتين ممكن يبان بعد 10 سنين، فانا هضمن له منين؟ غير ان انا عايز اقول لحضرتك الفوكال سيجمنتال جلوميرولس كلوز اللي انا بتكلم عليه ده احنا ككلى مش عارفين هو عباره عن ايه، يعني احنا مش عارفين احنا بنتعامل مع ايه. المرض ده لغايه دلوقتي مش واضح المعالم بتاعته، في جيناتيك بريديسبوزيشن كتير جدا، فبالتالي انا ما اقدرش اضمن للعيان ان الهاي بروتين يبقى عالي، وهو اصلا العيان بياخد ليل واي بروتين بعد التمرين، وكل الفكره ان هو في التمرين بيعمل ماسل كاتابوليزم عالي جدا، فما يجي يحسب الكميه اللي عايز يعوضها بيلاقيها في اليوم عايز ياكل بقى فرخه الا ربع فرخه فصعب ياكلهم، فبيبتدي ياخدهم في الواي بروتين ده، فبالتالي البروتين انتيك اللي هو عايزه في اليوم كله بيشربه في كوبايه واحده، فده هيعمل اوفرلود على الكيدني. طب انا هقول راي نظري ثيوريتيكال لان ملوش ايفيدنس، ده مجرد تفكير من دماغي ممكن يكون صح ممكن يكون غلط، ما يقسم الواي بروتين ده على اليوم يعني عشان ما اعملش هايبر فلتريشن، كلامي نظريا صح بس ممكن باي ايفيدنس يبقى غلط اللي هو مش موجود اصلا. الحاجه الثالثه اللي لازم اقولها للعيان بتاعي، لو حضرتك عندك حصوه في الكلى او هيستوري ان كان عندك حصوه في الكلى ما تاخدش الواي بروتين، لان الواي او البروتين وات ايفر نوع ايه، لان البروتين كله يا جماعه بيزود اليوريك اسيد سكريشن في اليورين، بيزود الكالسيوم في اليورين وهكذا الى اخره، فبيزود الفورميشن اوف كيدني ستونز. اوكي، الامينو اسيدز والبرانشيد تشين امينو اسيدز اللي بياخدوها والجلوتامين والال ارجينين والجروث هرمون والانسولين لايك جروث فاكتور ما لهمش اي ستاديز على الكيدني خالص، ولكن ثيوريتيكالي نظريا كلهم لو رجعنا كده للفيسيولوجي بتاعهم هنلاقيهم كلهم بيعملوا هايبر فلتريشن على الكيدنز، يعني ممكن يعملوا نفس القصه بتاعت البروتين دايت. اه ممكن، بس في ايفيدنس؟ مفيش ايفيدنس، مفيش ايفيدنس ان هم كويسين، لا مفيش ايفيدنس، مفيش ستاديز، يعني هقول للعيان ايه؟ ما اعرفش، ما عنديش رد. تمام. طيب نيجي بقى للبري ورك اوت، اغلبهم بياخدوا قبل يخش التمرين اي حاجه فيها خصوصا التورين امينو اسيد التورين زي الريد بول والحاجات دي، هل الحاجات دي انجيريوس ولا لا؟ كيس ريبورتس كتير الحقيقه، دي كيس ريبورت على واحد كان بياخد بقاله من اسبوعين لثلاثه ديلي انجيشن من 120 اوز اوف ريد بول انرجي درينك، يعني حوالي من علبه لعلبتين، هي اتقالت ريد بول باي نيم في الاستادي، جه الطوارئ بيشتكي من نوزيا وفوميتنج ومش عارف ايه، سحبوا الكرياتينين بتاعه لقوه 5.5، من 14 شهر كان هو مقدم على وظيفه فعامل سيرم كرياتينين لكن البيز لاين كرياتين بتاعه 0.8، انا بقول الكلام ده عشان اقول انه اكيوت مش كرونيك. الراجل وقف الريد بول مجرد هايدريشن وفلويدز وبتاع، الكرياتين بتاعه رجع لنورمال اباوت يوم ال 15 لغايه متابعه 10 شهور. الحقيقه اصلا الانرجي درينكس الاف دي اي منزل عليها ريبورتس كتير وبتعمل سايد افكتس كتير، بس مفيش في الاف دي اي ريبورت خالص لغايه 2014، من 2014 ما طلعوش ريبورت على الكيدني، يعني حتى ما تفتح ريبورت على الريد بول والانرجي درينكس هتلاقيها كلها على الليفر مش عارف ايه واغلبها على الهارت تاكيكارديا واريثميا، الكيدني ما فيهاش ريبورتس، بس انا اعتقد ان هم لو جددوا ريبورت هيجيبوا سيره الكلام ده. طب انا اقول للعيان ايه انرجي درينك؟ برضه هم جنرالي سيف بس في كيسز ريبورتد اي كي اي، يعني انت وحظك. بقيت بقى الحاجات اللي بياخدوها دي كلها نو ايفيدنس خالص او ستاديز على الكيدني، ولكن برضه باي فيسيولوجي غالبا برضه ما لهمش تاثير على الكيدني غالبا. تمام، ممكن يعملوا حاجه او لا الله اعلم، بس جنرالي ذي مي بي سيف اون كيدني. قبل بقى ما اقول الهوم مسجز بتاعتي عايز اقول نقطه مهمه جدا، تيك كير كرياتينين نوت ذات اكوريت تول، احنا كلنا ماسكين في الكرياتينين وكل ما اسس الرينال فانكشن بقعد اقول كرياتينين كرياتينين، الكرياتينين ده از نوت سنسيف ات اول. دي الفاكتورز اللي كيديو جايد لاينز نزلتها في 2013 على فاكتورز افكتنج الليفل اوف سيرم كرياتينين، حاجات كتير قوي بتاثر عليه ممكن يبقى في فالسز كتيره والدياجنوز بتاعي غلط، منهم هاي بروتين دايت ماسل ماس اللي هو العين بتاعك بياخده، يعني انا لو قلت لحضراتكم دي اولد ايج فيميل كشكتك الكرياتين بتاعها 1.6 والراجل الوحش ده الكرياتين بتاعه 1.6، ده ممكن لو حسبت له جي اف ار يبقى نورمال كرياتين، يعني انا لو شفت الست دي الكرياتين بتاعها 1.6 هجري عليها، دي ممكن يبقى جي اف ار 30 وعندها رينال امبيرمنت، انما لو شفت الراجل ده غالبا هجري منه، يبقى انا عايز اشوف الكرياتين بتاعي از ميس ليدنج، وخصوصا لو عن اكل لحمه او صايم، ناس كتير قوي يقول لنا صايم تبص لاقي الكرياتين بتاعه عادي. هوم مسجز، الهوم مسجز هي الورقه دي، انابوليك ستيرويدز ار توتالي هارمفول، كرياتين ان جنرالي سيف،
but cases of AKI have been reported. Vitamins must be used only in evidence of their deficiency or daily recommended requirements. Protein not safe if you have kidney disease. Generally safe if you have healthy kidneys, but long-term effect is not known. Don't use if you have kidney stone or history of it. Energy drinks generally safe, but cases of AKI have been reported. وللمرة المليون يا جماعة أنا بتكلم على renal effect بس. ماليش دعوة بالأورجنز التانية. عشان كده I'm recommending workshop recommendation لحضراتكم والإنكا يجيب كل السبيشاليتيز دي ويعمل يوم على السبورت سبلمنتس. كل واحد يجي يمسك الأورجن بتاعه ويقول السبلمنتس دي بتعمل فيه إيه. والريسيرش ريكومنديشنز لو حد من حضراتكم حابب يعمل بقى ريسيرش على القصة دي عشان حضرتك الأرتكل بتاعك يبقى ليه قيمة ما تبقاش بتضيع وقت لازم يبقى لارج نمبر اوف بارتيسيبنتس لونج بيريودز اوف فولو اب اللي هو من 5 ل 10 سنين ادمنستريشن اوف وان سبلمنت ما انا بدي له كذا سبلمنت عرفني مين اللي عمل ومين اللي ما عملش يفضل ان انا ادي سبلمنت واحد بايوبسي از مانداتري تو ديتكت سب كلينيكال كيسز اند اولويز ريمبر ان ميديسن رول نمبر 1 دو نو هارم اند ثانك يو